C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. قصة حب وعشق يعتبرها كثيرون غريبة. حب من أول نظرة بين تلميذ ومعلمة المسرح في مدرسة ثانوية. معلمة تكبره ب25 سنة. لكن الحب لا يعرف الحدود. زوجة إيمانويل ماكرون ذات 64 عاما قد تصبح سيدة فرنسا الأولى بريجيت ترونيو. ولدت في أميان بأقصى الشمال الفرنسي كأصغر 7 أبناء، وهي جدة لسبعة أحفاد من 3 أبناء أنجبتهم من زوج سابق، أحدهم أكبر سنا بعامين من ماكرون الذي أحبها وتزوجها بعد تخرجه من الجامعة. اتفقا على عدم إنجاب أبناء، فاكتفت بأبنائها من الزوج الأول وأصبح جداً لأحفاد ليسوا له. يعتقد كثيرون أن لبريجيت دوراً كبيراً في دفع زوجها نحو القمة. هي ابنة العائلة البرجوازية من أثرياء الشمال الفرنسي المعروفة في حقل صناعة الشوكولا. شعلة حب إيمانويل وبريجيت يبدو أنها لم تخفض، فهو كثيرا ما يعانقها ويشبك يده بيدها رغم بعض التجاعيد التي علت محيا العاشقة الوليها. كيف لا، وهو الذي أهداها فوزة في الدورة الأولى من الانتخابات. رياض عاشور، العربية.